السلام عليكم ورحمة الله. كدرنا خوت بخير مزيان. المهم الإخوة اللي كيسولوا على السلع بالتقسيط، مرحبا بكم في الافتتاح المحل الجديد إن شاء الله بحول الله. المهم اللي خاصو بياسة خاصو جوج. بالنسبة للإخوة اللي كيعيطوا على 10 البياسات 5 البياسات 20 بياسة اللي بغى يجي يعزل، مرحبا. عندنا السبرديلة، كاين سباط ديال الرجال، هاو سباط ديال الرجال. المهم سلعة اللهم بارك. عندنا سلعة ديال النساء، هاهي كاين سلعة ديال الأطفال. المهم اللي خاصو شي حاجة مرحبا. نوريكم لوكاليزاسيو ديالنا، هانتوما الخوت باش منصوروش الناس. ها المحطة هي هادي، ها القنطرة، ها المحل ديالنا، هاهي باين. هانتوما ها المحل، ها القنطرة، ها المحل. المهم اللي خاصو شي حاجة مرحبا الخوت. صندالة نساء رجال دراري صغار كلشي غيكون هنا الخوت. هادو بالنسبة للناس اللي باغا التقسيط، سلعة النساء كاينة، سلعة الأطفال كاينة، شي حاجة المليح. المهم بالنسبة للناس، بزاف الناس كيتواصلوا معايا على بياسة جوج ثلاثة، صراحة ما عنديش الوقت باش نصيفط البياسة جوج. اللي بغا يدي بلاصة عندنا مرحبا بيه وألف مرحبا. اللي بغى يعزل عاوتاني بياسات ياكل فيهم طرد الخبز. بالنسبة للثمن، الثمن جد مناسب الخوت. بغى ثلاثة، بغى أربعة، بغى عشرة، بغى الدراري صحاب الفراشة مرحبا بكم. الناس اللباسة مرحبا بكم. المهم هذا هو اللي تسالونا، الثمن زوين، كاليتي مزيان. يلا اللهم يسر الجميع. يلا السلام عليكم.